الكلب يدخل إلى أرضية الميدان أعزكم الله. الكلب يدخل حادثة غريبة جدا. رجع الغالي يا أبو، رجع الغالي. شفتوي؟ في فيديو اليوم راح نكمل سلسلة قصص من الرجولة، خصوصا قصة لما خطبت وفسخت لسبب غريب. خلينا نحكي عن الموضوع. رجع الوحش فروخ، رجع الكان محبوس، رجع يصيد روس مرمن يسوي تعلم من الدروس. مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل جديد. اسمع صاحبي، اخر فيديو نزل على القناة من تقريبا شهر. اخر مرة نزلت فيديو كانت اختي حامل، هسه ابنها سنة ثانية وجامعة وانا لسه ما نزلت. كثير شغلات تغيرت هذا الشهر، اذا ميسي اخذ كأس العالم ورونالدو ارتجل على النصر السعودي. انا حكيت هذا الحكي قبل شهر، فرنا الاعداد بكافئ المخدرات واخذوك بنزل عليك جيت حياته وتعاطي مواد مخدرة بتعد عليهم 3 سنين. كيف ميسي ياخذ كأس العالم ورونالدو يروح على النصر السعودي؟ خلاص مش ضايل غير يطلع ياجوج وماجوج يفضوا عرضه كنا ونيجي يوم القيامة. انتم متخيلين لو اخر مرة نزلت فيديو كان الدنيا صيف، هسه قرب يجي الصيف الجاي وانا لسه مش منزل. يسعد رب الصيف، انا بواجه مشاكل شخصية مع الشتاء. 9 الساعة 7 الصبح تفتح الشباك بتلاقي الدنيا لسه ليل، الشمس ما طلعت. ليش مش شتاء ما في شمس الساعة 7 الصبح؟ مين بدخل على اعدادات كوكب الارض؟ بخش على السطوع بوطي على الاخر. يسعد رب الصيف، الشمس بتطلع مرتين ورا بعض باليوم، بتطلع هي وبناتها. على قلب الصيف بتاكل براحتك، ما بتحكي الهم شيء. مش زي الشتاء بتخاف تاكل بلاش تهضم، بتضطر تروح على الحمام تفرغ اللي اكلته، وتضطر تستخدم الشطافه. الشطافه بالشتاء سلاح محرم دوليا، انا ابن عمي ما بشوفه غير بالصيف لانه بالشتاء ما بشطف. انا طول عمري بحضر بالافلام الاجنبيه، المجرم العرس قبل الوسخ اللي بيسرق بنك كل يوم مرتين قبل الاكل وبعد الاكل، بتلاقيه قاتل نص اطفال بلاد الشام، مختال ست رؤساء باوروبا، مغتصب فيل بغابات الامازون. هذا المجرم العرس قبل الوسخ بسدهم يعاقبوا، بيمارسوا عليه اشد انواع العذاب، بيديروا عليه مي بارده بالشتاء. طب انا ليش بمارس اشد انواع العذاب كل يوم على طفلي بدون سبب؟ يا عمي انت سرقتي؟ والله ما سرقت. اغتصبتي فيل؟ لا. قتلتي رئيس؟ ما قتلتش حدا. طيب ليش بعذبها كل يوم انا نفس الطريقه؟ انا بصفه الهيكل هذا قررت اسس جمعيه لحمايه حقوق الطفل. طاهر القلب نقي ذاكر لله، وسميها رجاء بليز احمو الطيب. طاهر القلب نقي ذاكر لله. انها قاعده تتعرض لاشد انواع العنف في الشتاء يوميا وما حدا راضي يحكي باسم. العلماء كثير مستفزين يا اخي. اوكي اخترع لك طبق طار، طلع له جيم شكل لورا، بيلعب تنس طاوله وهويات ركوب الخيل. اوكي اخترع لك سياره اذا بتكبس فيها كبسه تتحول لعلبه هايبكس بتجري فيها الجلي. اوكي اخترع لك ماكينه لعمل الاندومي على الفضاء، بس انه يخترع شطافه بتطلع مي سخنه؟ لا يا عم العلم ما تطور لام الدرجه هاي. ما في عالم يطلع في شغلنا يا زلمه، طيب صار لونها برتقالي. بس يا جماعه سبب السحب الحقيقه هاي المره راح يفاجئ. انا طول الشهر غياب هاد كنت اكتب في كتاب اسمه عبد الخراط مدمن المخدرات، اثبت فيه نظريتي كيف عبد شغيل ابو قاسم تبع الحمام كيف هو مدمن مخدرات. شوفوا يا جماعه ركزوا معي بسرعه، عبد بيشتغل شغلين، اول شغل بيشتغل عند ابو قاسم بالحمام قبل الظهر بعطيه ليرتين كل شهر، ثاني شغل بيشتغل بالبايك عند ابو شهاب وبعطيه ليرتين ونص كل شهر. يعني الزلمه كل شهر بيطلع 18 ليره واموره تمام ما شاء الله عليه. اغلى بيت بالحاره كلها حقه 25 ليره زي بيت ابو حاتم بيجي فيه نافوره بالنص. يعني بكل بساطه عبد خلال 3 شهور كان بيقدر يشتري بيته ويتجوز ويعيش حياه كريمه. هل تعلم انه عبد بطلع مصاري اكثر من ابو عصام؟ طب هل تعلم انه راتب عبده اعلى من راتب ابو جوده رئيس الفرع؟ ليش معناته بكل اجزاء باب الحاره عبده ماكل هوا ومسكين وطفران والكل بتشمت فيه، مع انه براتبه بيقدر يعيش زي اعضبات الحاره الثانيين؟ لانه عبده بصرف كل فلوسه على المخدرات. ابو هيكل كيف طلعت بهاي النظريه؟ لانه بكل اجزاء باب الحاره يا جماعه عبده كان يضل سهران مع حارس الحاره بيشرب شاي، دائما طفران وكل اللي بيعمله بس انه بيشرب شاي مع حارس الحاره، معناته هو حارس الحاره بتعاطى مخدرات رسميه. انا يا جماعه اللي شهر كامل عد كل اجزاء باب الحاره عشان اوصل حقيقة عبد العرس. كنت بتقدر براتب شهر واحد تشتري بيت بحارة الضبع زي بيت ابو حاتم في نافورة، بس انت يا عبد اخترت هذا الطريق تستاهل. وبما انك اكتشفت حقيقة عبد يا جماعة وصلنا هذا الفيديو 100,000 لايك. عارف انها كثير صعبة لاني اللي شهر قاطع، بس انتم قدها وانا متأكد. ضروري يا جماعة الكل يحط لايك على هذا الفيديو، لما تكون السحبة كثير طويلة الفيديو ما بوصل لكل الناس ابدا. كلكم ادعموا الفيديو يا جماعة، الكل يحط لايكات ويعلق كثير على الفيديو لانه اللي كثير ساحب والفيديو هذا ما راح يوصل للكل. ادعموا الفيديو يا جماعة، كلكم حطوا لايك على الفيديو وعلقوا على الفيديو لانه اللي زمان ساحب. ادعمونا حتى لا تفقدونا. اهلا وسهلا فيك في عودة اقوى سلسلة قصص عربية على الاطلاق، قصص من الرجولة. وجهنا انت اهبل، سهل تكون يوتيوبر بس صعب تكون ابو هيكل. المهم يا جماعة بلشت القصة قبل تقريبا سنتين، بوقتها كنت عايش قصة حب مع ثاني ابشع مرة بالعالم بعد شروق مرت دكتور فوز. بوقتها كنت عايش قصة حب مع بنت كثير غريبة، اتوقع كان وزنها 16 كيلو متر مربع. هي تعدت انها تنقاس بالكيلو جرام عادي، صارت تنقاس بالكيلو متر. طولها متر و60 ووزنها 160 يعني مربع. حولها ورجليها الثنتين شمال، شواربها بوقف عليهم 2 مصاروي مش صقر. اخر تحديث لكرشة كان 36 طبقة، يعني بس تطلع من البيت تمسك كرشة بتحطها على كتفها وبتطلع. ولك كرشك 36 طبقة يعني ضايل له
14 طبقة وبنجح توجيه 8 طبقات وبجيب نمرة اجري طبقتين وبصير درجة الحرارة بدبي. حتى طموحاتها كانت غريبة، يعني طمحة من طموحاتها انها تصير مضيفة طيران. يعني انت ممكن تكوني الطيارة نفسها، ممكن تكوني المطار، اما مضيفة لا ما بزبط. انت ما بزبط تطلع على الطيارة اصلا، ممنوع تطلع. يعني تخيل طلعتي وقعدتي قدام، راح يختل توازن الطيارة، راح تصير هيك. بدها تصير مضيفة طيران، ممكن تكوني طيران مضيفة لا، او ممكن تطلعك على الطيارة نخوف فيك الاولاد الصغار اللي بعيطوا. اي شيء بالحياة الا انك تكوني مضيفة. هاي البنت الغريبة يا جماعة خلينا نسميها سوسن زي ما سميناها قبل هالمرة. كنا نحب بعض من واحنا صغار مش عشان اشي، لانه ما إلنا غير بعض. يعني هي مثلا يا جماعة طولها 150 وزنها 150، رجليها 2 شمال وحولها، ولا اسمع شبه كأس العالم، وخشبة غرفتين ومطبخ وحمام. فخلص هي عارفة انه ما حد راح يطلع عليها بالكوكب غيري، وانا عارف انه ما حد راح يطلع علي بالكوكب غيرها. هي لو انا وياها تجوزنا راح نخلف يا اجوج وماجوج. يا جماعة قبل سنة ونص سنتين تقريبا بكتشف انه عندي 36 طبقة اكثر من طبقات الغلاف الجوي خينيتني. انا بصراحة لما تعرضت للخيانة حزنت حزن شديد، فكتبت لها شعر حكيت لها فيه: انا باكل بزر بالبيت وانت بتاكلي مخلوطة، انا بغرفتي حزين وانت في بيتك مبسوطة، بتخوني ابو هيكل يا بنت الشر. سنعود بعد قليل. شوف بالبداية ما كان فرق مع الموضوع، لانه اصلا علاقتنا مبنية على انه احنا الاثنين بنخون بعض، واللي بنمسك اول امه رقاص. ما احنا الاثنين عارفين انه بنحكي مع بعض انه مش ملاقيين حد يطلع عليه. ما اخذ الموضوع كملت حياة طبيعي، نوع حميل خانتني نجوى كرام، خانتني واحدة دائما ريحتها بودرة اطفال. بعدين فترة يا جماعة بلشت احس حالي حزين، بس انا مش عارف ليش حزين اصلا. باجي بدي اصور مش جاي على بالي اصور، بدي اطلع مع اصحابي لا مش بالمود، امي عاملة رز بحليب ما بدي اكل. مدام حكيت لا للرز بحليب معناته في شيء غلط قاعد بصير. اذا انا لو اتخير بين الرز بحليب ومريم فارس حختار مريم فارس. عزيز المتابع لا تكون غبي. اسمع، انا كثير بحب الرز بحليب لدرجه انه لو خيرتوني بين الرز بحليب ومليون دولار برضه راح اختار مليون دولار. عزيز المتابع مالك صح معي؟ لا جد جد انا كثير بحب الرز بحليب لدرجه انه لو تخيرت بين الرز بحليب وشوربه مدى الحياه حختار رز بحليب. خدعتك خدعتك ولا ما خدعتك؟ اذا اني خدعتك حط لايك، واذا اني ما خدعتك برضه حط هيك حط لايك بدون ما تسال ليه. بس جد ما دام حكيت للرز بحليب لا معناته انا جد حزين، وهذا نوع الحزن الجديد علي، لانه انا حتى بعزة خالتي اكلت رز بحليب كنت اكله وانا بعيط. يا زلمه انا بس ابوي كان يقتلني وانا صغير، بعد اللي قالت لي امي كانت تعمل رز بحليب عشان انسى اللي صار فيه. بس يا زلمه انا مش فاهم انا ليش حزين اصلا. معقول عشان برشلونه خسرت امبارح 3-1؟ بس انا ما بشجع برشلونه، انا ما بشجع حدا اصلا، طول عمري بفكر الحكم صاحب الطابه وتسلل حرام. معقول لاني طفران وما معي ولا قر؟ بس انا طول عمري طفران ومبسوط، بتلاقي علي 3 قروض مش عارف اسدهم وقاعد مع الشباب على السطح من بزر. لو بدي اكون حزين لاني طفران راح اكون حزين طول عمري مش بس الفتره هاي. طيب معقول لانه خشمي كبير ومحدش مطلع علي؟ بس انا طول عمري خشمي كبير، انا مولود خشمي كبير، انا لما ولدوني سحبوني من خشمي، انا لما انولدت ما جابوا لي حفاضه جابوا لي سداده لخشمي. فبعدها يا جماعه قعدت مع حالي عشان اعرف شو هي اسباب حزني. حزني مبارك. فبعد ما استجوبت خلايا دماغي خليه اكتشفت اني حزين عشانها خانتني. مش فاهم ليش حبيتها هسه بعد ما خانتك يا اخي، ليش ما حبيتها وهي معك مش احسن؟ بعدين استجوبت خلايا دماغي كمان مره، قلت لهم انا حبيتها ولا حبيت طبقات كرش؟ ما في اي سبب يخليني احبها، ريحتها دائما بودره اطفال، صوتها تقول مبدلين احبالها الصوتيه باحبال غسيل، كانت تاكل 2 شاورما دبل قبل الاكل. رجعت استجوبت خلايا دماغي كمان مره، قلت لهم متاكدين من الحكي اللي بتحكوا لي اياه؟ اقول والله ابو هيكل هذا اللي اجاك انت زلمه قاعد بتشتغل. فانا قلت احا مين فاضي يحزن ويكتب ويسمع مصطفى كامل هسه؟ انا مش فاهم لشو كنت مشتاق بالضبط. يا زلمه نمره اجرها 64 بتحدد سكسوكتها كل يوم الصبح، في بقايا كائنات حيه بين طبقات كرشها، اقسم بالله العظيم ريحتها دائما بودره اطفال. فهون انا تقبلت الامر الواقع، اقول خلص ابو هيكل كلها كم يوم وبتنسى. بس اكتشفت الموضوع مش سهل، كنت كل ما اطلع من البيت اشوف شيء يذكرني فيها، كل شوارع الاردن فيها حاويات. انا وقعت مع حالي قلت ابو هيكل انت مش تبع حزن ودمار ومصطفى كامل وبحبك جرحتيني، انت الهيكل الاعظم يا زلمه، روح في مليون بنت بتتمنى. وما فيش 3 بتمنوني، بس انا كنت واسي حالي يعني. قعدت اكثر من سنه وانا احكي اليوم بنسى بكره بنسى ولا راضي انسى، شكل طبقات كرشه محفور بدماغي مع بقايا الكائنات الحيه اللي بينهم، ريحه بودره الاطفال هون موجوده. انا بوقتها كنت اروح وارجع دبي كثير. انا هون قلت ابو هيكل الحل الوحيد عشان تنسى بشكل كامل تروح وتستقر بدبي، مش تروح وترجع. بدبي هناك نساء كاسيات عاريات للركب، واذا هم ما نسوك اياها معلم بدك تنزل خلايا دماغك تشوطهم كل واحد 40 كف. بعد سنه عيش بدبي احا يا اخوان ما نسيت شيء، كل ما اشوف بودره الاطفال بالسوبر ماركت قاعد برجع لنقطه الصفر، لازلت كائن عرس حزين. فبليلة من الليالي يا جماعه قاعد لحالي في بيتي بدبي والانستغرام يخرب بكل مكان بالعالم. انا بالعاده بقضي وقت معكم على الانستغرام، بنزل لكم ستوريات، بتبعثوا لي مجات برد عليكم. صراحه ما برد عليكم، يعني بحاول ارد على اكبر قدر ممكن منكم. صراحه ما برد غير على البنات الحلوين. فانا قلت خليني اعمل حساب سناب شات لما الانستغرام يزبط. عملت حساب سناب شات يا جماعه ولا فاهم فيه شيء ابدا، خبرتي بالسناب شات نفس خبرتك في عالم الفلك. حاولت اتعلم السناب شات ما عرفت، بعديها الانستغرام صلح، ظل حساب السناب مسدود ورجعت على الانستغرام. ما بعرف كيف في كم واحد وصل حساب السناب شات معني ما نشرته ولا باي مكان، من بينهم في بنت اسمها دانا يا جماعه، ثاني اجمل بنت شفتها بحياتي بعد دلال بنت ابو عصام. ما بعرف باقي تبعث حساب الانستغرام ولا على الانستغرام، ما بقدر اشوف كل المسجات. بس على السناب شات ما كان في ولا اي حد يبعث لي غيرها، كل الاصدقاء اللي عندي عليه كانوا 3 اصلا. هسه عندي على السناب شات تقريبا 400,000 متابع، وصلوني عليه 500,000 يا جماعه، هي حساب السناب شات كلكم تابعوني عليه، راح ارد على كل مسجاتكم.
ما راح ارد غير على النسوان الحلوين بصراحه. انا بفتح السناب شات مش فاهم في اي شيء ابدا، ما لقيت عندي على الشات غير دانا بس. بعثت لها مسج قلت لها على مين على السناب شات مش فاهم في اي شيء، وهي بتعلمني قاعده توصف لي قديش تحبني وبتحب فيديوهاتي وبتبعت لي مسجات على انستغرام بس ما بشوفها. قديش انا حلو وخشم صغير واصبع طبيعي وخفيف دم يسعد ديني يا زلمه. انا بقولها انا بس بضحكك اما حلو لا. شكلك مخربطه بيني وبين غيث مروان. غيث مروان حلو وبضحكك وانا بس بضحكك. احكي لا ابو هيكل انت حلو وبتضحك. انا بقولها انا قعدنا فتره طويله نحكي انا ودانا مع بعضنا بكل بساطه، ما كان عندي اي حد على السناب شات غير ادخل على السناب شات ما بلاقي غيرها موجود بعد. بدخل وبرد البنت كانت كثير حلوه ولطيفه، كنت بخلي السناب شات عشانها اصلا عشان اضل اشوف صورها على الستوريات. كل فتره بنحكي فيها بتقنعني انه محمد عشان تنسى حبك القديم لازم تحب حب جديد. انا بالاخير اقتنعت قلت لها بس دانا عندي لك سؤال واحد، بتستخدمي بودره اطفال؟ احكي لي لا. قلت لها هل ممكن بيوم من الايام اشم منك رائحه بودره اطفال؟ تقول لي لا. قلت لها خلص معناته بدي ابعث اهلي عند اهلي. شو اح اي جد؟ قلت لها اح اي بدي ابعث اهلي عند اهلك خلص. كنت بدبي رنيت على اختي الكبيره فهمت كل شيء، اخذت معها اختي الثانيه الاكبر مني وامي وعمتي وراحوا مع بعض. الامور كانت كلها تمام بس كان لازم انزل من دبي على الاردن عشان نقعد معاهم نقرا الفاتحه والقصصها. نزلت قرانا الفاتحه خلصت الامور ورجعت على دبي. بعدين صفنت هيك قلت احا انت قرات الفاتحه يعني كمان كم يوم في عندك كتب كتاب وجيزه؟ انا انسان تافه انا مش تبع جيزه اقسم بالله. قعدت افكر فيها شوي احا بكره بدك تجيب لابنك فوط، انزل الساعه 4 الفجر تجيب خبز وانت نازل الصبح كيب الزباله وكل 10 دقائق بتمسكك بتخونها. بعديها ابنك بيكبر بيرن عليك الاستاذ الحق ابنك هارب من المدرسه. كل يوم خميس اجتماع اولياء امور. احا شو الورطه هاي؟ انا بعدني في زهره شبابي يا اخي بدي اعيشها. شو خطبه وما خطبه يا عمي؟ انا تسرعت عشان انسى ام طبقات كرش نسيتها وتلبست بالخطبه. ومن هنا يا جماعه انطلق كتاب الشهير الهروب التكتيكي للشاب المكسيكي. اتوقع بشهر 8 بال 2021 احكي لها شو رايك في الجيات؟ تحكي لي ياع. بقول لها شو اللي ياع؟ لازم نحترم الاقليات ما بصير نضطهدهم. تحكي لي ليش لا تكون منهم؟ قلت لها احا كيف عرفتي؟ انت جاي؟ طب كيف تحكي معي وبدك تتجوزني؟ قلت لها لا انا مش جاي، انا جاي شوي، يعني بحب البنات والشباب مع بعض. تحكي لمحمد بتحكي جد ولا بتتخوت؟ بقول لها لا بحكي جد، يعني ممكن بكره يجي عندنا ابوك يطلع بيمشي مشية البطريق. تحكي لمحمد لا تتهبل، قلت لها والله كان لازم اصارحك من زمان دانا بس خفت انك تتركيني وانا خلص لازم اصارحك هسه، صار الوقت اني اصارحك. تحكي لي اذا انك جد بتحكي يعني هيك احنا ما بظبط نكمل مع بعض. قلت لها لا يا الله حزن ضيم، يا الله شو انه انا حزين جد ما بظبط نكمل مع بعض. طب خلص كل واحد من طريق معناته وانا بدي اكمل حزني. وبهاي الطريقه قدرت اهرب منهم يا جماعه. وعلى الاغلب يا جماعه لحد هسه مفكره اني جاي. شو بدي اعمل؟ جاي جاي ولا مين فاضي بكره يقعد يودي ابنه على المستشفى الساعه 4 الفجر؟ بس والله يا جماعه اسف على السحب الطويل كثير. جدولنا للقناه الجديد كل يوم سبت الساعه 7 المساء في فيديو. لو ما نزل السبت الجاي فيديو سبوا علي. لو ما حطيت لايك حط لايك على الفيديو بنشوفكم الفيديو الجاي بالصوت.